ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك استاذ لبيد. هناك اذا مخاوف من انفلات امني في محافظتي نينوى وصلاح الدين، ما تداعيات ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. من الواضح ان العراق لم يهدأ، ولا وما ذكر عن اعلان النصر على تنظيم الدوله هو مجرد للاستهلاك الاعلامي ومحاوله من قبل الحكومه وعلى راسها حيدر العبادي ان يحصدوا نتائج هذه الحرب التي حرقت الاخضر واليابس وراح ضحيتها مئات الالوف من الشباب، خير الشباب العراق من كل المكونات طبعا، لكن النتيجه هي بالحقيقه ما زال العراق بلدا مضطربا امنيا، وخصوصا في هذه المدن التي اشتعلت فيها الحرب منذ بدايه الاحتلال وتصاعدت بعد 2014 وخصوصا في عامي 2016 2017. الذي يحصل الان بالحقيقه هو تحول في استراتيجيه تنظيم الدوله، تنظيم الدوله بدا يهاجم على شكل ضربات اضرب وهرب كما يقال. اضف الى ذلك بان القوات الاخرى، القوات المسلحه الاخرى كالميليشيات والحشد والحشد الشعبي والحشد العشائري اصبحت تستغل الظروف الحاليه والاجواء المتوتره بالحقيقه السابقه للانتخابات من اجل ان توظف هذه الاضطرابات الامنيه من اجل توظيفها لسياسيين من كتل معينه. ما يحصل الان خصوصا في محافظتي التامين، في محافظات التامين وصلاح الدين ونينوى، له علاقه وثيقه بالصراعات على مقاعد البرلمان، واعتقد ان هذا الحراك الامني او هذا التوتر الامني سيزداد شده كلما اقتربنا من الانتخابات. وفي النهايه انا اعتقد ان حظوظ الحصول على مقاعد البرلمان من الوسط السني ستؤول الى من هو اقرب الى الكتل القريبه من ايران، خصوصا الكتله التي تمثل الحشد الشعبي. النائب رعد الدهلكي قال ان التغيير السكاني بايدي سياسيه قد بدا، واتهم في ذلك مفوضيه الانتخابات، كيف تعلق على هذا التصريح؟ نعم، هذا التغيير بالحقيقه كان مرتبطا ايضا بالمعارك التي دارت، المعارك الطاحنه التي دارت في هذه المدن ونتج عنها نزوح ملايين من سكان هذه المدن، وهذه النتيجه بالحقيقه متوقعه. النازحون بالاضافه الى باقي سكان هذه المدن انقطعت رغبتهم بالحقيقه في الانتخابات، وهذه بالحقيقه تخص عموما الشعب العراقي ولكن بشكل اخص في المناطق التي دمرت، يعني ونقول المناطق السنيه كالنينوى وخصوصا نينوى. نينوى تشهد حاليا عسكرة خصوصا قبل الحشد الشعبي، الحشد الشعبي يحتل المنازل السكان النازحين. نعم. والنازحون ايضا لا ظروفا تناسب للتوجه الى صناديق الانتخاب، ولا امل لهم في اي من السياسيين المطروحين حاليا على لائحه المرشحين. نعم. اعتقد في النهايه سيحصل اهل السنه على نفس النسبه التي سبق ان حصلوا عليها بموجب التقسيم الطائفي للعمليه السياسيه، لكن الحظوظ الاكبر كما ذكرت هي لمن هو قريب لعملاء ايران وللمحسوبين عليها. ربما استمعت الى تصريح محمد الكربولي عندما قال ان ميثاق الشرف الانتخابي هو ضحك على الذقون، كيف تصف هذا التصريح؟ والله هو لا يوجد ميثاق شرف لا للانتخابات ولا العمليه السياسيه ولا للداخليه والمشاركين في العمليه الانتخابيه. هناك ما بين العملاء وبين الشرف وما بين السماء والارض.
كل الذين شاركوا بالعملية الانتخابية وكل من جاءوا خلف الدبابة الأمريكية وخلف المحتلين وكل من تعاون مع المحتل وكل من تعاون مع إيران، هذا لا شرف له. الشرف الوطني لا يقل أهمية عن الشرف الشخصي، فالحديث عن الشرف في الحقيقة هو أبعد ما يجب ينبغي أن ينطق به مثل هؤلاء الناس. نعم، شكرا جزيلا لك. من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميلة.